اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا المختصر المفيد. النهارده هنتكلم على 10 اسباب او 10 اخطاء في تطبيق الكيتو دايت بتؤدي الى فشل الناس في الكيتو دايت او الوقوع في مشاكل صحيه خطيره جدا. كنت عامل فيديو تفصيلي على القناه عندي شرحت فيه الموضوع ده بشكل تفصيلي جدا وبكل الاسباب وفندتها سبب سبب، وهو الفيديو رقم 111 على القناه عندي. الناس اللي بتحب تسمع الموضوع بشكل تفصيلي ارجعوا للفيديو رقم 111. ولكن النهاردة أنا بس أعدد العشر أسباب دول علشان الناس تاخد بالها. هو فيديو قصير موجه للناس اللي بتحب الفيديوهات القصيرة أو المعلومة المباشرة. يلا بينا نبتدي الحلقة مع بعض. 10 أخطاء في تطبيق الكيتو دايت بتؤدي إلى فشل الناس في الكيتو دايت والوقوع في مشاكل صحية خطيرة جدا. أول سبب عندنا الاندفاع في نظام الكيتو دايت، يعني أنا أدخل الكيتو دايت بدون ما أتعلمه صح. لازم اخد وقت كويس جدا في دراسة وتعلم الكيتو دايت قبل ما ابدأه. تاني سبب او تاني خطأ عدم تظبيط الاملاح المعدنية اللي هم الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم، التلاتة دول روح الكيتو دايت. لو ما تعلمتش تظبطهم ازاي ما تبدأش الكيتو دايت. الخطأ رقم تلاتة الدفاع الاعمى والتحيز عن الكيتو دايت، وكأنه هو النظام اللي ما فيش ولا قبله ولا بعده. هو نظام من ضمن انظمة كتيرة جدا وكل واحد بيختار اللي هو عايزه. نقطة رقم 4 الإفراط في المكسرات والأجبان في الكيتو دايت بيؤدي إلى ثبات الوزن أو حتى زيادة في الوزن. الخطأ رقم 5 وجود سكر خفي في بعض المنتجات وأنت ما تعرفش، زي الصوصات والكاتشب والمايونيز والكريمة. الخطأ رقم 6 الإفراط في أكل الدهون بدون حساب. لازم تكون عارف إن الدهون ليها سعرات، ولو أخدت سعرات أكتر من احتياج جسمك كده وزنك هيثبت أو وزنك حتى هيزيد. الخطأ رقم 7 هو الدخول مباشرة في الكيتو دايت. لازم تدخل الكيتو دايت بالتدريج على مدار اسبوعين او حتى شهر علشان جسمك يتعود انه يتنقل من مكنة حرق السكر لمكنة حرق الدهون. الخطأ رقم 8 الافراط في اكل البروتين، او انك بتاكل بروتين زيادة فوق احتياج جسمك. البروتين الزيادة هيعلي لك نسبة الانسولين وكده هيخرجك بره الكيتو دايت. الخطأ رقم 9 عدم فحص الدم بصفة دورية. لازم يكون عندك الجهاز بتاع فحص الاجسام الكيتونية في الدم علشان دايما تطمن انك جوه الحالة الكيتونية. الخطأ رقم 10 ان الناس بتاكل كارب كتير خافي وهي مش عارفة، يعني مثلا لو زودت في البصل، لو زودت في الجزر، لو زودت في البنجر، او حتى فواكه زي الفراولة والحاجات دي بزيادة، كل ده هيزود لك من نسبة السكر اللي المفروض تدخل لجسمك على مدار اليوم، وكده برضه هتخرج بره الكيتو دايت وانت مش عارف. كده انا خلصت الحلقه بتاعتي بتاع النهارده اللي اتكلمت على 10 اخطاء مهمين جدا بيؤدي الى فشل الناس في الكيتو دايت وما ياخدوش منه النتائج اللي هم منتظرينها، او حتى الوقوع في مشاكل صحيه خطيره جدا. انشروا الحلقه، شيروها علشان الناس اكتر تستفيد وتتعلم. ولو عايزين شرح اكتر الموضوع ده بشرح تفصيلي ارجعوا للفيديو رقم 111 عندي على القناه. وزي ما قلت لكم اكتر من مره الفيديوهات عندي على القناه كلها واخده رقم مسلسل بدايه من رقم 1 لحد رقم الفيديو بتاع النهارده. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.